قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. أول تصريح لأيوب سكومة بعد انضمامه للوداد. أكد سكومة في أول خروج له وعن طريق اتصال هاتفي استمعت له هذا الصباح مع أحد المنابر الإعلامية، عبر من خلاله أيوب سكومة عن شكره الكبير للجمهور الودادي العريض الذي كان السبب الرئيسي في عودته للفريق الأم، وأكمل بأنه سعيد بعودته لتمثيل فريق الوداد الرياضي بعدما لعب له كل سنوات. وأضاف في ذات التصريح أن علاقته مع اللاعبين الحاليين لفريق الوداد الرياضي طيبة قبل التحاقه بالفريق الأحمر، وأجاب عن سؤال طموحاته رفقة فريق الوداد الرياضي بالقول: فريق الوداد فريق كبير دائما يلعب على الألقاب، جماهيره تنتظر الألقاب في نهاية الموسم، إذا طموحي كطموح أي لاعب ينضم للفريق الودادي، وهو الظفر بعدة ألقاب رفقته.